كفى لأهل البيت عز لا يزول وسر لا تحيط به العقول كفاكم يا بني الزهراء إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الأيجاء مطهرة البتول والله في القرآن أنزله من لم يصلي عليه فلا صلاة له يا خلف الديار تحية كيف السبيل إليكم فأطيروا وأن أستعير جناحه فلعلني بجناحه نحو فالقرب منكم نعمة ورحمة والبعد عنكم مؤلم وعسير وإذا كان يرجى
لكم بالدموع في لقائكم لجرى الدموع في العيون غزير لجرى الدموع في العيون غزير صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك.